والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين المدن الخضراء. معاكم خليل من خليل جيمينج يوتيوب شانل. أتمنى عابة أنكم السلسلة للحين ونحن نتطور فيها يوم بيوم ونعدل المدن اللي عندنا وياسين نكبر المدن. طبعا في وايد تطويرات هاي بس التطويرات تاخذ وقت وجت، فأتمنى منكم تصبرون. يمكن أنا قريت بعض الأفكار ولا قريت بعض التعليقات وأشوف وايد أمور، بس الخطة جدا كبيرة، الخطة وايد كبيرة. فلأن المدينة الحين عندنا سايرة بالطول، المدينة يوم راحت بالطول كان الهدف مني أن أوصل في البداية إذا تذكرون إلى القطار، وسوينا شبكة قطارات طيبة صراحة في المكان. بس الحين القطارات بحد ذاتها ما تكفي، استوت المدن وايد بعيدة، وفي كذا موضوع بتشوفونه في الدرب على أساس نعدل الشغلات هذه. لحظة، هاي ليش الطريقة هاي؟ معنا سيارات الحين حق هذا، عندنا سيارات حق بشوفهم بعدين. الحين موضوع الحلقة هذه الطيران داخلي، أبى أوصل على الأقل هذه، على الأقل هذه المدينة وهذه المدينة بطيران داخلي، لأن هاي القراب وهذه القراب. فاللي أبى أسويه إني أول شيء أعطيهم ماي، أنا ذابح الناس عطش دائما، لا دائما وأبدا. أوكي، طبعا اللي يحل الموضوع أنتوا نزلوا هذا المود فنان من تحت الأرض يطلع ماي ويسوي تريتمنت حق السويل بدون بلوشن، ريحني وايد صراحة الحل. حطيت ثلاثة منه هني وصراحة شغالين بشكل ممتاز جدا للحين، ما قلتوا عندي ما أسوي شيء. شيء حلو، تحصلوا مدات ولا تعديلات وايد حلوة وإضافات حلوة وايد من ستيم وركشوب، تحصلون شغلات جميلة. الحين اللي بسوي طيران داخلي بين المنطقتين، على الأقل المنطقتين هاي. أنا عندي هالمنطقة عليها زحمة، كنت ناوي أحطيها هني المنزال من الطيارات بس ما ينفع، وبعدين عندي ناس على الأوبرا هني، فقررت ان احطيهم مكان هني قريب الهاي واي، بعدين غيرت، بعدين يعني وايد افكار يثني. بس بما ان الطيران داخلي ويسوي نويز، فالافضل يكون قريب منه المنطقة الصناعية مالي. انا بحطي قريب المنطقة الصناعية وبحطي عنده هذا، هذا ترى لازم تفهمون كيف يشتغل. هذا تنزل فيه شو البلمب ولا هي شو اسمه الصغير، حلو، خلال الجو زين. نحن نبى ننزلها هني، بس لازم مصدر العربة ولا مصدر الطيارة ولا مصدر البلمب هذا وين يكون؟ هذا الديبوت، نفس كل شيء ثاني، نوصل وديبوت حلو، ويكون عندنا بلمب ثاني. بتشوف كيف يشتغل الحين بعد شوي، بعد صوب مكان يكون فيه مواصلات وفيه صناعية، والنويز ما بيكون المشكلة الجبارة اللي راح تهدم اللي كل اللي انا اسوي. وهني في مواقف باصات جاهزة، يعني اوصل هذا في منو في لحظة، خلى البلوم يروح يا هذا لفه هني، بعدين يرجع وين هني، حتى اذا ضفنا شيء على الخط بعدين نقدر نضيفه، بيطلع من هني بيصير هني ويصير الدرب هذا. الدرب شوي طويل لكن تعلمت ان الدائرة نفس السفن يوم سويناها لو تذكرون على السفن، تذكرون على السفن كيف كانت المنطقة وجميلة. بنزينها بعد البلم، ما بخليه بالطريقة هاي، بس ما بخليه بس بالطريقة هاي. خلنا نشوف في شيء بيطلع عندي، ما في شيء. انا بشوف بالضبط كيف طريقة البلم عندهم في الجيم، وبنسوي بعد واحد، بعد يبالنا واحد، هذا ما يكفي، نبى واحد حق المنطقة هاي. عندنا مكان مثل ما قلت لكم، اذا سوينا مكان زين حق هذا مكان شكله زين على زاوية الصناعية ان شاء الله بيشبك خطوط. هي بيشبك خطوط، هذا يطلع من هني يروح الطريقة هاي هالمنطقة، وهذا يستعمل خط ثاني وصول في الخط الدائري. نسوي خط دائري، نسوي خط دائري بين المناطق. والحين انا ما وصلتهم، كيف ابغاهم يطلعون؟ المهم خلنا نشوف في مكان حقه هني. هني بيكون صعب، المدينة وايد صعب نحط فيها، المدينة وايد صغيرة، في وايد مكان ضيق، وكانت فكرتها حلوة. انا عيبتني المدينة، ما بخربها الصراحة،
بس الحين شو بأسوي؟ أبغى أمد خط من هذا البلمب إلى هني ويرجع الناس مرة ثانية وين هني. لحظة، حط ستوب هني ورجع وين؟ سكر هني. نسوي بلمب ثاني من هذا المكان إلى هذا المكان إلى هني، يرد تسكر وين؟ هني. شوف في خط رايح راد كالشوارع، هي نفس الشوارع بالضبط، حتى الممر نفسه ترى على فكرة رايح راد، شوفوا يعني موصلة. بس إذا كان عندنا في المدينة الثانية شيء ولا نحط لنا بلمب ثاني هني، نقدر نوصله بكل أريحية يعني عادي. خلاص استوى عندنا مجال جميل إن نحن نوصله. شوفوا، أوكي، البلمب هو المنطاد. أوكي، very nice. بس أظن في وايد مالين ترس. خلنا نحط له أول شيء، بنحط له مكان باص مشبوك في نص اليمين هني، اليمين هني. تعرفون الحركة صح؟ خلاص الحين مو عندي زحمة في المنطقة هني، ما أباهم يدعمون، ما أباهم يدعم أبدا هني، ما أباهم يتشاركون نفس الوقفة، لأن الوقفة المشتركة بين الباصات بس بحتاج وقفة واحدة مشتركة تقتل الباص على فكرة. أظني أعتقد أنهم يمشون شوي ترى، على فكرة مش أنهم ما يمشون، يحبون يتمشون أصلا. I think it makes them happy. هني قريب محطات باصات، كذا محطات باصات بيمشون لين هني لبيون، هي يمشون عادي. شوفوا يمشون، ما عندهم. وصلنا 60,000 واحد، استوى عندنا مطار، ما كان 75,000، 75,000 شو؟ المطار الدولي. اوكي، حق السياحة مو مشكلة. الحين احنا خلينا نشوف طيران داخلي. احنا الحين وفرنا شو؟ اول شيء شكل جميل، هي جميلة الصراحة كيف يطير، انا عايبني اشوفه شيء جميل. واه يمشي درفت، هذا بوك الدرفت، يشيل 35 واحد، ترى كمية طيبة. distance traveling بعيد ترى، مش قريب يسافر، هاي مسافة بعيدة اظن نطالب منه، وايد بعيدة بعد، وايد بعيدة، مش مسافة قريبة ابدا، لكنها جميل. بما ان هذا المصدر الاساسي كمدينة، لحظة خلنا شوي نغيره من جو الصناعية، الناس طالعة من الصناعية تبغى. اذا انت مسافر على شيء نفس هذا بطيء، انا اتصور انك انت انسان تبى تسوي شيء، ولا اخر شيء تبى تشوف الصناعية. هذا من تصوري الشخصي. فخلنا اسوي عند هاي الدكاكين، اوكي دكاكين، نسوي دكاكين صغيرة، ما نبغى وايد دكاكين صغيرة، ونسوي دكاكين هني بعد، اللي يطلع يحصل يشتري له شيء ياكل له لقمة. واحد يطلع من الرحلة تعبان، يمكن متأخر عليه التاكسي، يتريح حد، يسوي شيء، يقول له بريح مكان، حصل له دكان، يحصل له كافتيريا، أو يحط له، ما أظن أحد بيمشي كلب هني طبعا، يبغى حديقة، يقول له بقعد في الحديقة لين أنت تي، مر علي يا خلود يا إنك، أنا جالس في الحديقة اللي ورا منطاد، يمكن واحد شهر عسل عنده جاي عنه، طلع من الأوبرا. شو لازم تفكرون في الواقع الرومانسي للشغلات، لازم تفكرون كيف حطينا جابانيز جاردن يستانس هو الحب. حياتي وديك اليابان اللي عندنا، وين اليابان اللي عندنا؟ الحديقة اليابانية ورا المنطاد، تعالي ننزل في المنطاد، يجي من المنطاد من هني لين هني، ولا ما مهم يجي لمسافة. شوف بس يروح درب مسكين، درب اظني يومين لين بيوصل، بس زين ما اخذ 35 نفر. زين تعالي بنتمشى نسوي جو رومانسي، بعدين تقول حبيبي مو رومانسي. انزين ونسوي لنا هني ممشى من الحديقة هاي ورا البرم،
الحين هني ليش؟ الحين انت تمشيت، طلعت، خلصت، تبى تشوف شو المنظر؟ حلو انك تتمشى من حديقة من مكان لمكان وتطالع شو المنطاد يطير. انا اعتقد انه ممشى وايد حلو، يكون وايد حلو. It's very nice. Very nice. فكر الناس تستانس شوي في المشي هذا، المسافة اللي تعطيك حافز. في عندنا منطقة بعد في الوسط، لحظة، اوكي الحين احسن، مش مشكلة. بيبنون ترى، بيبنون، هاي يبنون على اي شيء. حطينا حصة، يقعدون هني يطالعون الحصة اللي فيه شير الصغار هاي الحلوين حول الحصة. يعني ما يكون الممشى فاضي، ممشى فاضي ممشى كئيب، ممشى الفاضي ممشى كئيب، ما يعجبني الصراحة. الممشى الفاضي ممشى كئيب. لحظة، سوينا شير بالطريقة هاي، يكون في شيرتين كبار من هايين. من شير وسط شير عادي يكون شيء جميل. شوف الحين الممشى هذا ورا، ماشي مي، سوري انا اسف. دائما نفس سبحان الله سبحان الله. طبعا واحد جايب عياله يبي يتمشى مع الحرمه، يفتك من العيال، نازل من البلم، يعقم هني حلو. واللي عندنا والله تروبيكال جاردن كانت بتكون حلوه هني، بس خلاص انا حطيت هيك مغيرها. واحد بيفتك من عياله، يعقم وين؟ عند سوالف اللعبه هاي، يعقم هني يلعبون، يصير الحرمه هني يتمشى، يصير عند رشير حلو، والناس الساكنة اللي هني تطمش عليهم. في ناس هني ساكنة، بنحط هني تجاري على اساس بلوشن بعيد شوي، يكون بعيد. الناس ساكنة هني مبسطة. اعطي رن خطة المركز الاساسي هذا، اغير خلاص المدينة قامت تتغير. في ناس طبعا لازم تكون مستانسة هني، ليش؟ ساكنة قريب، نحنا قلنا متخصصة صناعية ولا بتنتهي عند الالة هذي. عم تخسر معي لازم يعقها برا على المدينة الحين. خلاص ها كل الباقي حوله سكني بيكون. عندنا احتياج ان احنا صناعيا، فخلنا نحطيه. وعندنا ناس جاية، في ناس ساكنة وين؟ داخل الحديقة، بس ما بسوي بيوت كبار، لا هاي بحط بيوت صغار هني. الناس مزاجها فول، ننزل من البيت، الحديقة تحت، أمورة طيبة. نحط هنا دكاكين صغار، كافتيريا راشد علي، والناس هنا ساكنة، بيسكنوا ما عليكم بيهم. عندهم حدايق، عندهم كذا، عندهم سوالف طيبة، عندهم شير، مبسطين آخر تبسيط. منين باع؟ وين صار؟ حصة الصغار هاي الممشى، منظر رومانسي نعطيهم شوية. أتمنى لو كانت نفس يوم لعبنا لعبة الحديقة بلانت كوستر، كان فيها ليتات حطي، كان بيكون وايد حلو وايد حلو. حطي فيها ليتات، نشتغل على التفاصيل. اللعبة أنا ما دشت فيها في التفاصيل قبل سيتي سكاي لاين، بس فيها أشياء تخلي الواحد يبغى يدخل في التفاصيل. وكان موضوع السلسلة بيطول، لكن بما أنكم أنتم حابين السلسلة فما عندي مشكلة إني أسوي لكم مدينة جميلة، مدينة جدا جميلة أسويها. نحط شير صغار هني، زين. ولحظة، شير صغار هني، خلنا نسوي لنا ممشى سري. مش سري يعني، إنه تعرفون كيف؟ الغي هالمنطقة هاي اول شيء. لحظة، زون، نقول صار، خلنا الغي هالبيت هذا اللي بنبني، اوكي. ونحطي ممشى من هني، يدخل داخل وين؟ هني.
مو بعيب اني هذا، انا بمشي رمل، ابى اكلم ماشي رمل، ممشي حد يا اخي، يعني عيبني ممشي رمل. ونحطيه وين؟ هني. اوكي، وعندك نحطي شو؟ مش هايل بعد ولا هايل، لحظة. ايوه هذه نجيب الممشى. شوف الممشى مخبى ورا منو؟ ورا شير. وايد حلو انه خلف الشجر. بشل الحين ضايقني. لحظة الحين كيف وصلنا هذا؟ اوكي مو مشكلة، شليته كله. حطي هذا، شوفوا ممشى السري هذا اللي تمشى هني ما حد يشوفه. خلاص كنترول، اني لا ارى، اني لا ارى. شوفوا الممشى هذا محلاه، مش انه ما يبين، ما يبين، بس انه شوفوا تدخلون وسط الممشى هني ما يبين شيء من فوق حتى. جميل جميل جدا الممشى هذا، شوي عازل المنطقة بس مسوينا شيء جميل. شوف الممشى تطلع هني تمشى في الممشى نفسه هذا، وايد حلو. الحين بعد في بيوت صغار هني بيطلعن، شوف البيوت الصغار هاي عندها ممشى دايركت، يطلع من البيت يروح وين؟ يروح الممشى عن طريق الاماكن هاي. نشير صغار، بعدين في شيء تحط شيرتين كبار حسب يناسب ثيم المكان الثاني. شوفوا اساس انه يكون المكان فيه واقعية الشو الشير الكبار، ان في عندنا في المنطقة شو شير كبار، ما يبين انه وايد عشوائي على كثر ما يبين انه شو وايد مرتب. ايوه هذا الممشى بعد ممكن نحطيه، بس بحطيه بفراغ اكبر شوي، ما بخلي نفس ذاك الممشى، الممشى ذاك خله مميز شوي، ابى اخليه مميز. خلينا نحط هذا الجبال هذا في الوسط، هذا الجبال هاي الشيرة هني مو مشكلة، ما بأرصها بطريقة ان كله يكون اكبر كله اصغر. زين نسوي ممشى ثاني. شوف هاي المنطقة وصل سكن، يعني تروح الحديقة وعندك ممشى وتسوي سوالفك. انا نسيت موضوع هذا، لحظة 6 نيوز اوكي 120 كلهم يطلعون فل، واللي هو وايد حلو على فكرة. بس منظرهم انهم يطوفون المدينة تشوفهم احلى، بس هذا شو مدوخ صديقي وينك؟ اظني هذا المسافة بعيد عليهم شوي ولا لا؟ اوكي اتس اوكي اتس اوكي، دام انهم يجون اوكي. موجودين عندنا في الترانسبورت بلمس 50 كل اسبوع يشلون مكتوب، ما اعرف، بس هي بحد ذاتها هاي الجولة المفترض جولة، جولة حلوة الصراحة بعد. مش جولة عادية، راعي الدورية اشوفه خاطف مليون. بس شوف الحين قام يستوي عندنا تنوير، شكله بنمشي على المنطقة هذا الحين. هالمنطقة الحين لو ابني حوله هني عماير كلها، بيكون في مناطق حلوة في الوسط، مناطق الناس تتمشى، مناطق الناس تسوي لها بعض الامور. نفكر في الاحصائيات ولا في الشغلات الثانية اللي ما كنا نحسبها قبل. المهم هذا وقتنا الحلقة اليوم، واحب اشكركم كلكم على المتابعة. كان معكم خليل من خليل جيمنج، واتمنى تدقون لايك وسبسكرايب على القناة ان شاء الله، وتعجبكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة.